وعليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن طريق لعبة بيس 22 الدوري المصري. طبعا هنعمل في بي بي اس طبعا انتقالات اللعيبة الشتوي هو ان شاء الله. بس بعد ما نعمل كل اللي عليك هتروح هدورلود هدرس هنا بيس 22 اهو بي بي اس دهوت اهو بيس 22 بي بي اس. ادخله كده دوس على كده بيخش على النسخ دي ملف اللعبة وهنا بيقولك كلمة السر ماشي هندوس هنا وهنضيف هنا كلمة السر اهي ده كلمة السر. بعد كده بدوس على الاستخراج الملف اللعبة طبعا اللعبة طبعا في دوري مصري في لعبة حلو اهو نزل دور او هسيب لكم الرابط التعليق عصام الشوالي طبعا تعليق العربي بس بعد ما استخرج اللعبة الاول اهم حاجة مش اول مرة اسجل فيديو يعني في فيديوهين منزلهم على القناة بتاعي يعتبر يعني مش مشكلة هي الملف في اللعبة بس بتستغرب هي قربت هانت طيب اللعبة استخرجت كل اللي عليك بقى هتعمل ايه تروح على داون لود تروح هنا اسمه ده على بي بي اس عشان تشيل التعليق الاسباني التعليق الاسباني هتدوس هنا على ثالث واحد شايفين البتاع ده هندوس هنا وهتكتب هنا انجليزي هتكتب اي حاجة عشان تدوس التعليق الانجليزي وبعد كده هندوس هنا تروح على داون لود وتروح على عصام الشوالي وهتاخده نسخ بعد كده هتروح على البي بي اس وهتروح على البتاع ده وهتروح على اللعبة وهتروح على ثالث واحد هنا بيقول كلمة السر طبعا هنكتبه كلمة السر اهو هنكتبه كلمة السر طبعا عشان انا بس مش عامل كلمة السر ناسي طيب هي دي كلمة السر هنسخه عشان طبعا فيديو بس كده بس نسي معلش هنرجع تاني معلش اتلخبط تنسخه نروح بسرعة على بي بي اس هتروح بسرعة على بي بي اس وبعد كده هتروح على اللعبة نفسه وهتدوس هنا هتكتب اللعبة من بصورة من جديد وهتحطه هنا وبعد كده خلاص انت كده ظبطت الدنيا وهذا السخ وهذا طيب هنسيبه هنعمله كده بس كده انت كده سخت
الباسورد، بعد كده هتروح هنا تكتبه بس كده كله تمام. وبعد كده هتروح تفتح اللعبة برنامج بي اس، بعد ما تفتحه هي الملف اللعبة هتفتح معاك بالشكل ده. لو مش عاجبك الاعدادات ده دوسها هنا اول واحد، دوس على تالت واحد وتدوس الخيار، وبعد كده هتدوس على دي، بعد كده خلاص سهلة مش محتاجة ان انت. بعد كده تخش على اللعبة، هتخش هنا هتشوف انتقالات الدوري المصري عاملة ازاي. هنا عندك حسام حسن، حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، كهربا، بيتستاو، وليد سليمان، بيكسوني، عبد القادر، سولي، حمدي فتحي، مجدي قفشه، اكرم توفيق، اليو ديانج، محمد محمود، عمار حمدي، بدر بنون، روبي ربيع، علي معلول، ياسر ابراهيم، محمود وادي، ايمن اشرف، محمد هاني، محمود متولي، كريم فؤاد، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوير، نادي الزمالك، احمد سيد سيسو، اشرف شرقي، سيف الدين الجزيري، يوسف اوباما، شيكابالا، مصطفى فتحي، عمر سعيد، رساس السيل، امام عاشور، محمد قناش، نور حامد، اسلام جابر، ايمن حفني، محمود عبد العزيز، محمد اشرف رؤى، حازم امام، ابو الفتوح، الونش، حمزة، عبد الله جمعة، محمود علاء، عبد الشافي، ابو جبل، وعواد. روح على بيرمز، روح على بيرمز، إريك تراولي، دودو كباز، محمود وادي، ناصر منسي، فخر الدين بن يوسف، ابراهيم عادل، عبد الله السعيد، وسام ابراهيم حسن، احمد توفيق، امير عماد دونجا، رمضان صبحي، اسلام عيسى، احمد مجدي، هشام محمد، وليد الكارتي، عمر معرفش، احمد سامي، احمد ايمن منصور، احمد فتحي، علي جبر، محمد حمدي، حسين السيد، عمر جابر، مهدي سمان، احمد الشناوي، وشريف اكرام. تعالى كده نجرب ماتش مباراة الأهلي والزمالك، نشوف عاملة ازاي، ونشوف التعليق العربي اشتغل ولا لا. تشكيلة ماشي، مش مشكلة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش لايك واشتراك، وتكتبوا التعليقات. شوفوا طبعا ان شاء الله هسيب لكم رابط اللعبة والتعليق العربي وكلمة السر بتاعتهم. ان شاء الله تنسوش لايك واشتراك ان شاء الله عشان يوصل لكم فيديو جديد. السلام عليكم.